لا خلص لا خلص سببها هي ما هي الايام ما هو اليوم هاي الاسبوع السلام عليكم. هذا الحادث المروع خلق البارح هون مع الاسف في نهاية هذا المنتهي. هذه الشاحنة جايه قادمة من مالي رافدة حمولة، وهذه الشاحنة الاخرى كانت متعطلة منذ فترة ومتروكة على هذه الطريق واصطدمت بها هذه. هذو الاشخاص ما زالوا هون نعوذ بالله عالقين في هذه راس هذه الشاحنة واحترقوا مع الاسف حتى الان لم لا حول ولا قوة الا بالله. ما فاتوا هؤلاء الاشخاص اندفنوا لا فاتوا انقلعوا نعوذ بالله السميع العليم. حسبنا الله ونعم الوكيل. ما في آليات موجودة عند هذا المنتهي اللي دائما يؤدي هذا النوع من الحوادث. ينبغي أن يكون هناك طفاية ويكون هنا رافعة تمنع هذول الأشخاص. ما زالوا الآن متواجدين الشخصين ثلاثة أربعة داخلين في رأس هذه الشاحنة. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله يحفظنا ويحفظ الجميع. اذا نختار هنا الناس انتبه، خاصه الناس اللي تمر في الليل ان هاي الطريق غير مسدوده ما زالت. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوه الا بالله.